عرفتك بال وعلي هي حاسم عدن هي وين جسمه مثل نرعتين و حاصل حاصل يبين وين ابو حسين؟ المهدي اوكي جو اهيد بعد ما نبغى سيارتك عليك المربر انا ترى مهددني ان انت اللي محرض الجميع يعني فخلنا ليتس جو انه راح سلام ابو حسين شوفان عفوا السيد بس قول للسيد انه تحركنا لان صار ضرب يعني ضربوا الجماعه تقدر مني تشوف هي بعد شوف صوب السيارات هي مسكر يصورون الجماعة بنات شوف هذه الأخوات لحظة شوف البنات أول لحظة يصورون هذا ليس حصار وليس عقابا جماعيا وإنما انتقام واضح لأن هناك منع لوصول الأكل ووصول الشرب وصول الخبز وصول الناس الذين يريدون ولهم الحق بحسب القانون المحلي والقانون الدولي للتحرك في أي منطقة في بلادهم في الحدود المحلية. هذه القرية اليوم محاصرة عن طريق البحر وعن طريق البر وعن طريق الجو بالطيارات التي لا تتوقف تحوم على هذه المنطقة من أجل رصد ومتابعة أي شيء يتحرك داخل هذه القرية. وناشد الأمم المتحدة وطالب الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة النظر فيما يقوم به هذا النظام القمعي ضد هذا الشعب الأعزل. نحن لن نقبل بما يحصل لأهالينا في العكر. العكر قرية بحرينية فيها مواطنين بحر. هذه القرية شكل الحصار الذي فرضته أجهزة الأمن على قرية العكر مصادرة صارخة لحق المواطنين في التطبيب وعيادة المراكز الصحية القريبة، حيث كانت هناك حالة ولادة متعثرة لأحد نساء القرية وقد حاول ذويها الخروج من المداخل
ولكنهم منعوا، ثم تم الاتصال بسيارة الإسعاف التابعة للمستشفى السلمانية وتم منعها من الدخول. تسببت الغازات السامة التي أطلقتها أجهزة الأمن في حالات اختناق كثيرة، وخاصة كبار السن والأطفال، حيث كان الطلق مباشرا على المنازل. 4. منع المواطنين المرضى الذين لهم وعيد من الخروج أو الدخول إلى القرية ما زاد في آلامهم وتفاقم حالتهم المرضية. 2. حرية التعليم، منع الطلبة من الذهاب إلى مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم من الخروج أو دخول الحافلات المدرسية لنقل الطلبة، ما تسبب في خسارة الطلبة لدراستهم فترة الحصار التي لا تزال قائمة. يوجد هناك 21 مركز صحي، 4 مستشفيات، وتلد امرأة تريد الوضع ولا يمكنها الدخول المستشفى. وكنا نتحدث مع هذه الامرأة وجاءنا خبر بأن هناك امرأة تجهض 8 أشهر في حالة إجهاض وعندها نزيف ومانعين الإسعاف إنه يدخل عليها. طيب إذا أنتم ما بتخلون الإسعاف، خلوا الطواقم الطبية تدخل. هذا أقل شيء نقدر نوصله إلى أهالي العكر. فباسم الكوادر الطبية وباسم الجمعيات المهنية جميعا نطالب بفك الحصار ووقف الانتهاكات اللي قاعدة تحصل على قرية العكر. تعيش في البحرين حالة غير إنسانية، مخالفة للقانون المحلي، مخالفة للقانون الدولي، تتمثل في أن قرية العكر ومنذ مساء الخميس إلى اللحظة محاصرة حصارا يمثل جريمة ضد الإنسانية. إن الوفد الحقوقي والسياسي والطبي الذي قام بمحاولة الدخول إلى قرية العكر تم منعه كان شاهدا على عمليات القمع والترهيب التي مارستها أجهزة الأمن من خلال إطلاقها المكثف للغازات السامة والقنابل الصوتية أثناء تواجد الوفد على مدخل القرية. إن الوفد الحقوقي والسياسي والطبي يناشد منظمات الصليب الأحمر الدولية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بسرعة التدخل لإنقاذ أهالي القرية من الحصار الذي تتعرض له، ومنع الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تمارسها أجهزة الأمن فيها. كما نناشد المنظمات الحقوقية والإقليمية والدولية سرعة التحرك لإنقاذ أهالينا في العكر. السلام عليكم. أعتقد بأنه ستسير سيارات تحمل مؤن من أهل البحرين لأهل العكر، لأن في ذلك محاولة للقول بأن ما يدخل لأهل العكر هو ليس مما هو ممنوع وإنما هو حق لهم.